طلعت هزيني في وسط الناس. انا هبطلك تتدخل في شؤوني. بقالك شؤون يا تافه. اطلع برا بيتي، اطلع برا بيتي. تطرديني يا بنت صندوق؟ عليا النعمة لا تشجش الشقة فوق دماغي. لا 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 يا بخيت. بخيت لا لا يا بخيت. عديلة بنت ساكنه في العماره دي. امال لما تشوف العربيه اللي راكباها تقول ايه؟ ما يمكن يا ابني اللي شفتها واحده تشبه ليه ولا هتوه عن بنت خالتي. وجابت ده كله منين بس؟ منين يعني ايه؟ اغسل عارك بايدك يا علي يا صندوق. وانا رحت فين؟ لا عديلة بنتي والعار عاري والطار طاري. انت هتركتوني اوعي من سكتنا. هي هنا في البدروم اوضه المسافرين دي. رائعه يا خرابي. بابا؟ ايوه بابا اللي بربط شرفه في الوحل. يا فجره مين ده؟ مستني ايه؟ اقتلها خلص عليها وعليه. ايه ده؟ واحنا عندي ولا عندي؟ عندي. مين ده بيت؟ انا هفهمك على كل حاجة يا بابا. بابا؟ ايوه بابا. صندوق؟ صندوق. باين عليه. تفهمينا ايه؟ ازاي انحرفتي وبعتي شرفك عشان الفلوس؟ اخرس، وانا لو فرطت شرفي كنت جبت كل ده يا غبي؟ اه والله ما كانتش الواحدة غلبت. امال مين الراجل ده بيت؟ ده جوزي يا بابا. مين؟ جوزي. ايوه انا جوزها. ولا مستكترين عليا يعني اتجوز ابن باشا؟ مين ابن باشا؟ انت ابن باشا. ايوه انا ابن باشا ومتجوزين في السر. ومتجوزين في السر ليه؟ اصل بابا لو عرف هيحرمه من الميراث. ايوه اصل انا مستعر منها وكنت مخبي على مامي. احنا عندنا فلوس كتير، فلوس كتير قوي. انا اللي مش مكتوب لي سعاده يا بخيت. خلاص طلقني عشان اهلي دول كلهم يستريحوا. أنا لا يمكن أستغنى عنك حياتي، لا يمكن. لا يا بنتي مش قصدي. أنت إيه اللي معادك؟ هما يا باشا. طلاق إيه الشر بره وبعيد؟ ربنا يسعدكم، ربنا يسعدكم يا رب ويهدي سركم. يعني إيه؟ أنتوا وافقتوا؟ طب وأنا؟ الأخ ده مع مين؟ لا، إذا كنتوا أنتوا سكتوا أنا مش هسكت بقى. إيه ده؟ تعرفيه ده؟ ولا عمري شفته. امشي اطلع بره يا ولد فلاح. يا عبد الصمد اجمع لي الفلاحين من العزبه وهات كرباج. امشي يا ولد كرباج. طيب عادينا. ريحتك وحشه يا صندوق. جيت عليكم كتكيت والله كتكيت. انت ما بتاكلش ليه يا استاذ صندوق؟ انا باكل اهو. ده اكل برضه. ده ظل غمس فيه عيش. انا على مهلك يا بابا، الاكل كتير. مدي ايدك يا مدام رايه. سكينه يا سعاده البيه، سكينه يا سعاده البيه يا ابن الباشا. الزفر حلو قوي يا سعاده البيه، واللحمه هبر 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 هبر. هالف لكم الباقي تاكلوه في القطر. قطر ايه اللي هيسفرهم دلوقتي؟ دول لازم يقعدوا معانا على الاقل 3 4 سنين. احنا هنقعد بس مش عاملين حسابنا.
احنا يا سعاده البي يا ابن الباشا هنروح نقفل الشقه ونيجي نقعد مع حضرتك. اصل حضرتك شقتك حلوه قوي، حلوه قوي يا سعاده البي، حلوه قوي. الشقه تحت امرك، خد اللي انت عايزه، خد الفيديو. ربنا يخليك يا سعاده البي. والتلفزيون. ربنا يخليك يا سعاده البي. انت خد الكنبه دي يا عم الصندوق، خدها. بس لازم تعلنوا جوازكم وتعملوا فرح عشان ارفع راسي من القدس. انا تعبانه، هروح استريح شويه. اه فعلا، اصل احنا متعودين نقيل في الوقت ده. خد راحتك يا بيه يا ابن الباشا، خد راحتك، احنا هنا كويسين قوي. مبروك يا عروسه. الظاهر ان احنا لازم نتجوز بجد يا بخيت. كويس، انا ما عنديش مانع. بشرط ما حدش له دعوه بفلوس التاني. انا موافق. طيب بالمره بقى نسافر اسكندريه نعزم امي ونرد في نفس اليوم. وفي طريقنا بقى اعزم نزيه. نزيه مين؟ نزيه ابن خالتي الفلاح اللي انت طردته. اه بتاع كربات. انت وليك عين توريني وشك بعد اللي حصل منك. مش تقولي اتفضلي الاول. اطلع دي يا جت، اطلع دي يا جت. وحشتوني قوي قوي يا عفاريت. شوفوا انا جبتلكم ايه. محدش ياخد منها حاجه، احنا فقراء صحيح لكن عايشين بشرف، ولا نقبل الاحسان ولا المعونه. سيب الشعب يتمتع له يوم يا نزيه، بلاش الخطب بتاعتك دي اللي لا هتاكلهم ولا هتشربهم. انت جايه هنا عشان تسخري من عذابي؟ بالعكس يا نزيه، انا جايه علشان اصالحك واعتذر لك. الحب يا هانم ما يتباعش ولا بمئة ألف جنيه. هي المئة ألف جنيه أكتر حاجة تعرفها يا نزيه؟ على العموم اللي بينا ما كانش حب، كان مجرد ان واحد يلاقي حد يرضى بيه. انا لازم امشي دلوقتي علشان احصل بخيت في اسكندريه. على فكره فرحنا الرسمي الخميس الجاي، يا ريت تبقى تيجي تحضر. متاسف يا هانم مش هقدر احضر، انا عملت عقد عمل في السعوديه ومسافر الجمعه صباحا. ان شاء الله مش هرجع الا وانا اغنى من جوزك. نبى حاجة عايزين نصلح الاباجوره دي. خليها مكانها وخد المتر. بس بيصلحيها كويس. ازيك يا ام؟ توك ما افتخرت امك يا ناقص. وحشاني عزيزه، بس هي المشاغل والله. انما انت ايه اللي منزلك المحل؟ انا مش كنت ببعت لك اللي كان فيك وزياده امه. اه بس يعني اسيب دكان ابوك تتقفل وانا اقعد في البيت حاطه ايدي على خدي؟ ازيك يا طنط؟ عديله، اصل احنا هنتجوز. هديه بسيطه علشان تفتكريني. من ساعه ما جات لك الشقه بالشنطه وانا عارفه انها حاطه عينها عليك. ده هي جابت لك عقده الماس هديه. اصل احنا هنتجوز وبعدين قلت لو كان نكتب الكتاب الا بموافقتك ورضاك يا اما. بخيت الحق هش العيال من على العربيه بتاعتي هيوسخوها. بس انت بس يا ولد بس، اصل معلش اصل عربيتها غاليه قوي يا اما. يا سلام، تقوم تكلمك بعلاطه كده وتتحمر عليك. ايه ده ايه ده؟ لا بخيت انا هستناك في العربيه، حصلني بسرعه من فضلك بسرعه. ما تزعليش منها يا اما، اصل هي ده هي طيبه وبنت حلال، بس هي لما تتكلم بتكره الناس فيها. يعني انا مش زعلانه منها، انا زعلانه عليك انت يا رحم امك. زعلانه اللي قبلت تعيش على قفا واحتسيت يا اما. بس بلا امك بلا زفت بلا اطران جايبها تتنقور عليا وتضحك على عقلي بقى اقعد فرصه. خد امشي يا اما. اللي انت بترميه ده الماس غالي قوي، ده برلانت حر. ولا انت قهران على فلوسها ومش قهران على اهانه امك؟ امشي من قدامي يا ابن الكلب، امشي يا ابن الكلب من قدامي. امشي ولا لا؟ الا بتاع عزيزه. ولا لا؟ انت لابسه ايه يا عزيزه؟ غور ده هي فيك وفي اللي هتتجوزها. وادي ملف المشروع جاهز على امضتكم الكريمه. طيب